فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن MCQ Cardiac Output Second Part. هنتكلم عن Regulation of Cardiac Output. الكيرفات مهمة جدا. Cardiac Reserve and Heart Failure. أتمنى تكونوا مذاكرين الجزء ده قبل ما نيجي نعمل الأسئلة إن شاء الله مع بعض. كل اختيار هنقول صح أو غلط ليه زي ما انتم متعودين دايما معايا علشان تكون الاستفادة كاملة ان شاء الله. السؤال الاول: هيتيرومتريك ريجوليشن اوف كاردياك اوتبوت. قبل ما نقرأ الاختيارات لازم الاول نفهم معنى العنوان من النظري. هيتيرو معناها مختلف ومتريك معناها مقياس. طول الفنتريكل اتغير، الفنتريكل بيملى بالعرض، شيء طبيعي اللنس هيزيد. طيب نشوف It depends on after load. يا ترى صح ولا غلط؟ تقول لي غلط. طالما الفنتريكل بيملى ولسه الفالفز مفتوحة اعتمد على preload. فاكر preload معناها ايه؟ معناها اللنس of الventricular muscle before contraction، لسه ما بدأناش في الكونتراكشن. علشان نضخ الدم بنعتمد على نقطتين مهمين: contraction اولا ضغط على الوول، ثم ejection ثانيا اندفاع مرة تانية. يبقى الاولى غلط. end diastolic volume is decreased. تقول لي لا، الاند دايستوليك هيزيد، انا بملى. طالما الاند دايستوليك زاد يبقى الستروك فوليوم هيزيد، فيزيد الكاردياك اوتبوت. it precedes homeometric regulation. طبعا صح. precedes معناها يسبق، homeometric معناها ايه؟ homeo معناها ذا سيم، زي ايزو. الفنتريكل فوليوم ثابت، لا هيزيد ولا هيقل. معنى كده ان احنا قفلنا اتريو فنتريكولار فالف وما زال السيميليونر فالف اورتيكو بالمونري مقفول. الدم جوه الفنتريكل محبوس. طب ما شيء طبيعي. امتى بنقفل البوابات؟ بعد ما نكون ملينا، بعد الهيتيرومتريك ريجوليشن اوف كاردياك اوتبوت. فشيء طبيعي يسبق هوميومتري. ولو عايز ترجع للكاردياك سايكل والفيزس اقدر اقولها لك بشكل بسيط. الهيتيرومتريك تمثل فيزس: رابيد فيلينج فيز في السبعة، سلو فيلينج فيز في الثمانية، اتريال سيستول فيز واحد، سبعة تمانية واحد. هوميومتريك يمثل ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز. طيب it is prolonged. غلط. الفيلينج ما بياخدش وقت. طب امال ايه اللي هياخد وقت؟ لو الاورتيك بريشر اللي قدام الفنتريكولار بريشر اعلى منه. انا اتولدت بعيب خلقي في الاورطه، الاورطه نفسها ضيقه، في اسرو سكليروزس تصلب شرايين، او الاورتيك فالف ستينوزد او ضيق. في الحاله دي يواجه الفنتريكل مقاومة عالية من الأورطة، هيبذل مجهود أكبر في التغلب عليها. عشان كده الهوميومتريك is prolonged، ياخد وقت أطول من الهيتيرومتريك. السؤال اللي بعده: choose the correct statement regarding homeometric. هوميو خلاص قفلنا البوابات والفوليوم اوف بلاد ان فنتريكل ثابت. طب ده يعتمد على ستارلينج لو؟ لا. وستارلينج قال ايه؟ كل ما يزيد اللينس اوف ذا كاردياك ماسل هتزيد قوه الكونتراكشن ويزن ليميت. تقول لي البدايه مش منطبقه معانا، اللينس مش هيزيد، انا مش هملا بالعرض، انا مليت وخلاص وقفلت بواباتي، انا اعتمد على اورتك بريشر اللي قصادي اعلى مني ولا اقل. لو اقل هيحصل ماكسيمم ايجكشن فيز عادي،
لو اعلى مني من البدايه يبقى انا هبذل مجهود للتغلب عليه. يعني انا اعتمد على ايه؟ هشيل كلمه ستارلينج لو، على الاورتيك ريزيستنس التي تمثل افتر لود. يعني ايه افتر لود؟ الفنتركل وهو بيضخ الدم، يا ترى وجهه مقاومه عاليه من الاورطه ولا لا؟ في الطبيعي فينا كلنا عندنا نيجاتيف افتر لود، الاورتيك ريزيستنس قليله بالنسبه لنا، بالنسبه للفنتريكولار بريشر. كونستانت اند دايستوليك فوليوم، تقول لي صح لانها هوميو متريك، فوليوم ثابت جوه الفنتريكل. It is short duration، قلت لك غلط في الام سي كيو الاولى. ستروك فوليوم از ديكريزد، تعال نتفاهم في الكلام ده. ستروك فوليوم يساوي اند دايستوليك ماينس اند سيستوليك. تقول لي طب ما الاند دايستوليك ثابت، ثابت على الزياده اللي اخدها او اتملاها في الفيزس، رابيد فيلينج سلو فيلينج اتريال سيستول، انا كونستانت على زياده، يعني انا زايد. ماينس اند سيستوليك فوليوم، هو انا بملى كتير ليه؟ عشان اقفل البوابات. ثم الدم ده يعمل لاترال بريشر على الفنتريكولار وول، فيبقى قوه الكونتراكشن عاليه، ثم الايجكشن بعد كده يكون اقوى. كل ما تزود الكونتراكشن يبقى الاندفاع اللي بعده هيكون عالي، يبقى المتبقي من الدم جوه الفنتريكل هيقل. يعني الاند سيستوليك فوليوم يقل والاند دايستوليك ثابت على الزياده اللي اتملاها، يبقى شيء طبيعي الفرق هيزيد، وده اللي انا عاوزه. فكره ريجوليشن اوف كاردياك اوتبوت، انت عايز الستروك فوليوم يعلى سواء بالهيتيرومتريك اولا ثم هوميومتريك ثانيا، واذا زاد الستروك فوليوم تعال نطبق المعادله، كاردياك اوتبوت يساوي هارت ريت تايمز ستروك فوليوم، زاد الستروك هيزيد الكاردياك اوتبوت. طيب السؤال اللي بعده، ندخل دلوقتي في الكيرفات. اول كيرف عندنا هو علاقه الكاردياك اوتبوت بالرايت اتريال بريشر. لو جينا بصينا على الكيرف ده هنلاقي ان الكيرف ده يمثل حاجتين، كاردياك اوتبوت مع فينوس ريتيرن على المحور الراسي، ورايت اتريال بريشر على المحور الافقي. طيب بس انا في البدايه طبعا بعد اذنكم انا عايز اعمل حاجه مهمه جدا قبل ما اتكلم على هذا الكيرف. في البدايه الكاردياك اوتبوت علاقته بالرايت اتريال بريشر ايه؟ فانا اولا هتكلم على الكيرف ده ثم فينوس ريتيرن لوحده، وانهيها بالكيرف الكومبايند، واحط عليه كذا سؤال مع بعض. في البدايه الرايت اتريال بريشر انا هحطه على الهوريزونتال اكسس. خلي بالك الرايت اتريوم متصل بالفينا كيفا، ولما الاثنين يكون الضغط فيهم قليل هيزيد الفينوس ريتيرن. طبعا قلنا الفيديو اللي فات الدم اللي راجع للقلب يمثل بريشر جريدينت، فرق ما بين الاعلى مين سيركيولاتوري بريشر اللي هيوزع ماينس المستقبل سنترال فينوس بريشر. تقول لي طيب ايه علاقه ده بموضوعنا؟ كل ما يملى الرايت اتريوم لانه فوليوم ريزرفوار، في النهايه هيحصل اتريال سيستول قوي، يبقى الفنتريكل هيملى منه، فالاند دايستوليك فوليوم اوف ذا فنتريكل تزيد، فيزيد الستروك فوليوم فيزيد الكاردياك اوتبوت. يعني الكاردياك اوتبوت عندنا دلوقتي شيء طبيعي هتزيد معانا، يبقى العلاقه
دايركت بروبورشنال. لو جيت بصيت حطيت لك ده النورمال بالخط الازرق، وطبعا في فوقيه كيرف وتحتيه كيرفتين. سؤال مهم، هو النورمال ده بيحصل عند كام؟ تقول لي 5 لتر اهو بير مينت، ده العادي فينا كلنا. طب يا دكتور الكيرف لما يطلع لفوق ده معناه ان الكاردياك اوبوت عمال بيزيد، ولما الكيرف يكون تحت النورمال طبيعي هيقل الكاردياك اوبوت. سؤال الام سي كيو في اي تكست بوك، اي كتاب فيسيولوجي في اي كليه طب في مصر او العالم العربي، قدامنا طريقه من طريقتين، يا اما اقول لك الكيرف شيفتد اب اند تو ذا ليفت، دي الطريقه الاولى، واقول لك الاسباب ايه، يا اما اجيبها لك على رسمه يا اما اقولها كجمله. طيب هتقول لي اب، انا معاك ان هو الكيرف ده بيعلى عن الطبيعي، ايه حكايه ليفت وايه حكايه رايت؟ ليفت معناها ايدك الشمال اهي وادي ايدي اليمين، الكيرف بيعلى ناحيه انهي ايد؟ تقول لي ناحيه الشمال، وبيقل ناحيه ايدي اليمين، يبقى اب تو ذا ليفت، يبقى دي اول طريقه. او اقولها لك هايبر افكتيف هارت، يعني ما هو لما بيعلى الكارديك اوتبوت معناه كفاءه القلب عاليه. كفاءه القلب بتبقى عاليه باسباب كتيره، وده اللي احنا هنيجي نقوله دلوقتي. بس قبل ما نقوله، طب لما الكيرف يقل عن النورمال هيبقى شيفتد داون تو ذا رايت ناحيه ايدي اليمين، شيء طبيعي، او هايبو افكتيف هارت. تعال نبص على الاسئله. شيفت فينتريكولار فانكشن كيرف اب تو ذا ليفت مي ريزلت فروم، انت عارف ان الاب وتو ذا ليفت على طول القلب شغال بفاعليه وكفاءه، هل يا ترى السبب نقص الهارت ريت؟ تقول لي لا، لو قل الهارت ريت هيقل الكاردياك اوتبوت، لا ما ينفعش. زياده الاينوتروبيك اند كاتيكولامينز، صح، لما الكاتيكولامين هتزيد هتمسك في البيتا 1 ريسبتور اون ذا هارت، فتزود سكند ماسنجر جوه القلب سايكليك اي ام بي، في النهايه هيحدث فورس اوف كونتراكشن عاليه، ده يبقى بي صح. طب سي، يقل الفينس ريتيرن تو ذا هارت فالقلب يبقى فعال؟ تقول لي لا، لما يقل الفينس ريتيرن ده معناه انه هيقل الاند دايستوليك فوليوم فيقل الستروك فوليوم فهيقل الكاردياك اوتبوت، لا ده الهارت هنا يبقى هايبو افكتيف، اقل فاعليه. طب هارت فيلير؟ طبعا لا، في الهارت فيلير كاردياك اوتبوت هتكون اقل. احنا في نهايه الفيديو هجيب لك جمل مختلفه عن الهارت فيلير عشان تفهم ابعاد الموضوع اكتر. طيب نيجي للسؤال الثاني، كيرف الثاني، فينس ريتيرن كيرف. خلي بالك حلقه الوصل هو الرايت اتريال بريشر، علشان كده مش مصادفه ان انا احط الرايت اتريال دايما هوريزونتال اكسس واحط المتغير الاخر فيرتيكال. هنا العلاقه عكسيه وده شيء طبيعي، كل ما يقل الرايت اتريال بريشر كل ما يزيد الفينس ريتيرن. خلي بالك الرايت اتريال بريشر مش هيقل الملا نهايه، ده اخره نيجاتيف 2، يعني بص هنا ده الزيرو اهو بتاعه، بص من هنا بقى من عند نيجاتيف 2 بالنيجاتيف يحصل بلاتو او ثبات. طب ليه يا دكتور؟ ما ينفعش يقل ضغط الاتريوم عن كده، والا هيحصل كولابس للثوراسيك فينز. فطالب دلوقتي اللي بيشوف الفيديو هيقول لي ايه اللي دخل ثوراسيك فينز في رايت اتريوم؟ ما هو الرايت اتريوم كونكتد بفينا كيفا، والفينا كيفا متصله بالفينز اللي في منطقه الثوركس، كلنا شبكه واحده.
لما يقل ضغط الاتريوم برضو الضغط في السوركس فينس هيقل. خلي بالك كل ستراكشر ربنا خلقه عنده الحد الادنى من الضغط جواه للحفاظ عليه. انت كده هتعمل كولابس، هيتقطع الثوراسيك فينس. طيب بص معايا، ده النورمال بتاعنا الكيرف بالاسود. الفكرة الكيرف ايه؟ هنا رايت اتريال بريشر. هنفترض فرض وهمي ان الرايت اتريال بريشر يساوي 7. تقول لي ايه ده؟ ده السبعة دي هي قيمة المين سيستميك فيلينج بريشر. لو تساووا يبقى الفينس ريتيرن زيرو، مفيش فرق ضغط. لكن الكلام ده بنقوله ماثيماتيكال على الجراف. طب نقدر نطبقه طبيعي؟ لا، والا الدس الموت والنتيجة الحتمية. طيب لما يقل الاتريال بريشر 6، بص كل ما يقل الفينس ريتيرن عمال يزيد معاك لغاية لما يوصل عند نيجاتيف 2، حصل بلاتو او ثبات، لن يزيد الفينس ريتيرن عن كده. طب انا عايزك تلاحظ حاجة معايا، المين سيستميك فيلينج بريشر هنا زاد، يعني زاد المين سيستميك فيلينج بريشر، وصل الى 14. تمام، تقول لي كل ما يزيد المين سيستميك الشيفت يبقى ناحيه انهي ايد؟ ده الرايت. طب ولما يقل؟ ده الليفت. يبقى نخلي بالنا ان ده عكس الكيرف اللي فات. الكيرف اللي فات فينتريكولار فانكشن كيرف كنت بقول شيفت اب تو ذا ليفت لان العلاقه دايركت بروبورشنال. المره دي اقول لك شيفت داون تو ذا ليفت لان العلاقه انفيرس بروبورشنال بين الفينس ريتيرن والرايت اتريال بريشر. طب لو انا سالتك في الكيرف الاحمر ده العكسي يا ترى يحصل بايه؟ تقول لي نرجع للنظري، مين سيستميك فيلينج بريشر يعتمد على بلاد فوليوم وكاباسيتي، يعني كل ما يزيد الفوليوم هيزيد البريشر، يبقى اوفر ترانسفيوجن، نقلت لك دم زياده. تمام، طب وهنا الكيرف الازرق اللي انا بشاور عليه ما ده قليل بدليل ان المين سيستميك هنا 7، بص هنا مثلا 4. طب ده معناه ان في هيموريدج، فقدنا حجم معين من الدم، وبالتالي الكيرف شيفتد داون تو ذا ليفت. طب نيجي للاسئله بتاعتنا ريجاردينج فينس ريتيرن كيرف. كل اللي قدامكم صح ما عدا الستريت يوضح العلاقه بين الرايت اتريوم وفينس ريتيرن، صح. ديورينج ريست المين سيركيولاتوري 7 والرايت اتريال بريشر 0، تقول لي صح. فينس ريتيرن هيقف لما الرايت اتريال بريشر يساوي مين سيركيولاتوري بريشر، صح، وده حاجه ماثيماتيكال على الورق. وين المين سيركيولاتوري بريشر انكريزس الكيرف شيفت داون تو ذا ليفت، تقول لي لا الكيرف شيفت العكس اب تو ذا رايت لما حطيت ايدي كده ووضحت لك. طيب سؤال مهم بقى على الكيرف اللي فات، خلي بالك السؤال ده فيه عمق جميل. مين من الثلاث كيرفات اللي انت شفتهم سواء نورمال او زايد او قليل يمثل اعلى مقاومه للفينس ريتيرن؟ احنا بنتكلم عن فينس ريتيرن كيرف. نفكر بعض بحاجه مهمه، امزلو هو الفلو يساوي ايه؟ تقول لي بريشر جريدينت على ريزيستنس. طب دكتور احنا ما بنتكلمش عن فلو، بنتكلم عن ريزيستنس. لو فهمت الفلو هتفهم القصد من السؤال. الفلو يتناسب دايركت مع فرق الضغط. هتقول لي يعني ايه؟ كل ما يزيد البريشر جريدينت هيزيد الفلو. تقول لي انا معاك. يبقى نرجع تاني للرسمه،
يعني ادي البريشر جريدينت زاد اهو كيرف الاحمر، معنى كده ان هنا في اعلى فلو عندنا. هقول لك ماشي. طيب وكيرف الازرق الاقل يبقى في اقل فلو عندنا. طب نيجي بقى لسؤالنا، ايه علاقه الريزيستنس بالفلو؟ تقول لي علاقه عكسيه. يبقى معنى كده ان كيرف اللي بيمثل اقل فلو اللي هو ده بالعكس يمثل اعلى ريزيستنس، يبقى الهايست ريزيستنس عند البلو كيرف. شفت انا فكرت فيها ازاي؟ لازم تبقى انت جاهز كطالب هو البلو لاين. طيب نيجي بقى دلوقتي للكيرف الكومبايند، هحط الكاردياك اوتبوت مع الفينس ريتيرن سويا على الفيرتيكال اكسس وعلى الهوريزونتال رايت اتريال بريشر. تعالى بقى نفكر بعض بنقطة مهمة قلناها في النظري. دلوقتي ده النورمال هارت بتاعي اهو الكيرف الاسود، وادي الكيرف الاسود التاني يمثل فينس ريتيرن، يعني الاسود ده كاردياك اوتبوت تمام، وده العلاقة العكسية فينس ريتيرن. لاقي ان التو كيرفز السود اشتركوا في نقطة واحدة بوينت A. بوينت A يمثل التساوي بين فينس ريتيرن وكاردياك اوتبوت، ودي انا بينتها في الفيديو اللي فات كاردياك اوتبوت فيرست بارت. الانبوت اللي داخل الهارت يساوي اللي خارج منه يساوي 5 لتر واثبتناها. فاكر لما قلت لك الفينس ريتيرن ده فلو يمثل بريشر جريدينت اللي هو مين سيركيولاتوري 7 ماينس سنترال فينس بريشر 0 7 ماينس 0 7 على المقاومه 1.4 يساوي 5 لتر. والكاردياك اوتبوت قلنا هارت ريت اللي هو 70 ضربه تايمز ستروك فوليوم بتاع الضربه الواحده 70 ملي، 70 في 70 4900 ملي تقريبا 5 لتر، فاللي داخل قد اللي خارج. فهسمي النقطه المشتركه دي equilibrium point او نقطه التعادل، ولو بصيت هتيجي عند 5 لتر بين 4 و 6 في الخمسة. طيب كلام منطقي. لاحظ ان بوينت A عملت لك بالسهم هتنزل عند بوينت B. سؤالنا في الام سي كيو دلوقتي الشيفت النقله من A to B يا ترى يمثل ايه؟ هتقول لي طب ما هو ده الفينس ريتير اهي، بدل ما يبقى ايه هخليها بي اهي، شايف وادي الكيرف بتاع مين الازرق ده. سؤال من A to B يا ترى ايه الاختيارات بتاعتنا؟ ده يمثل هايبر افكتيف هارت. منطقيا كل الطلبه هتقولي لا، الاي الخمسة لتر لا دي نزلت، البي دي تحتها، يبقى معنى كده ان الهارت كفاءته فعاليته قلت، ده هايبو افكتيف، يبقى ايه غلط؟ نورمال لا مش نورمال، لا يمكن نورمال هارت كاردياك اوتبوت وفينس ريتيرن اقل من الريستنج كاردياك اوتبوت بتاعتي. هيموريدج او هارت فيلير، تعالى نمسك واحده واحده ونرجع تاني. هنا لو بصيت عند بوينت بي بص معايا على السنترال فينس بريشر باربعه اهي. طب وعند بوينت ايه؟ ادي السنترال فينس بريشر. ايه ده؟ ده السنترال فينس بريشر زاد عندي، زاد عندي. ارجع للنظري، هو السنترال فينس يعتمد على ايه؟ تقولي على بلاد فوليوم. طيب يبقى المفروض لما يزيد يبقى في نقل دم زياده مثلا او سبب تاني. طب هل بالنزيف السي في بي يزيد؟ تقولي لا، هيموريدج لا يمكن معاها سنترال فينس بريشر زايد. ده مش انا اللي بقول، ده الارقام اللي بتقول. بص بي عند 4 مليمتر ميركري وايه مثلا عند 1، لا ده زاد. طب هارت فيلير
ينفع؟ ينفع. ليه؟ لو انا جيت قلت لك الرايت فنتريكل بتاعي فشل يضخ الدم في البالمونري ارتري، يا اما البالمونري فالف ضيق، او رايت فنتريكل نفسه فيه انفاركشن، جزء من عضله القلب ماتت، او الكالسيوم اللي جواه قليل، ايا كان السبب الدم اتجمع جوه الرايت فنتريكل، فالبريشر عالي في الرايت فنتريكل. معنى الكلام ده انه مش هيستقبل دم جايله من الرايت اتريوم، فالرايت اتريوم يتخزن فيه دم كتير مش قادر ينزله، مفيش حد هيستقبله منه. طالما رايت اتريال بريشر زاد يبقى فينا كيفا بريشر هيزيد، ما انا مش هاخد منك دم يا فينا كيفا، يبقى السنترال فينس بريشر زاد. ده منطقي جدا. وفي نفس الوقت الكاردياك اوت بوت قليل، انا فشلت ان انا اعمل ايجكشن، ده انا اسمي هارت فيلير، هايبو افكتيف هارت، فاعليه قليل. يبقى اذا الشرطين دول ينطبقوا على هارت فيلير، اهو سنترال فينس زايد، وفي نفس الوقت بص على بي وامشي معايا هتلاقيها تقريبا عند 2 لتر، ايه ده؟ وكاردياك اوت بوت قليل، يبقى الاجابه هارت فيلير. طيب نيجي دلوقتي على كاردياك ريزيرف. كاردياك ريزيرف قبل ما اقول الاسئله بتاعتها تمثل احتياطي القلب. القلب ده عامل زي البنك المركزي بتاعنا، في احتياطي عمله، احتياطي ذهب، ما بيطلعوش غير وقت اللزوم. الهارت بيشتغل 5 لتر دم يضخهم في الدقيقة during rest. قلنا له طيب هو انت اخرك 5 لتر؟ قال لا انا اخري 35 لتر، واثبتت لك في النظري جت ازاي. during exercise الهارت ريت هيزيد 3 اضعاف، والستروك فوليوم هتزيد ضعف 2 تايمز، حاجه زادت 3 مرات تايمز حاجه زادت مرتين، يبقى النتيجه الزياده 6 مرات. اوعى تقول لي الزياده 5، ما بنجمعش، احنا بنضرب 6 مرات العادي. طب ما العادي 5 لتر، طب 5 في 6 30 لتر، يعني انا اقدر ازود 30 لتر اضخهم فوق الخمسة لتر ديورينج ريست. هو ده الاحتياطي بتاعنا. سؤالي دلوقتي ماكسيمال كاردياك اوبوت ماينس بيزل كاردياك اوبوت از كولد ايه؟ تقول لي طبعا كاردياك ريزيرف اقصى حاجة تقدر تعملها اللي هي الخمسة وتلاتين ماينس الخمسة لتر البيزل الطبيعي جدا اللي بعمله اثناء الراحة، يبقى الفرق 30 لتر، ده اللي انا اقدر اضخهم بس مستني during exercise، هو ده وقت اللزوم. عشان كده cardiac reserve ability of the heart to increase cardiac output during exercise، ده مهم جدا. طيب سؤال كمسألة، 21 سنة old male عنده كاردياك ريزيرف 300%، يعني 3 اضعاف، تمام، والماكسيمم كاردياك اوبوت بتاعته 16 لتر في الدقيقه، اقصى حاجه يقدر يضخها 16 لتر، طالب منك ريستنج كاردياك اوبوت كام؟ هو ده اللي هو طالبه. طب تيجي نعمل معادله دلوقتي ونشوف قبل ما نقول الاختيارات. اهو كاردياك ريزيرف لسه قايلها هو الماكسيمم ماينس الريستنج اللي هو البيزل. طب بس انا طالب الريستنج، هودي الريستنج الناحيه الثانيه، يبقى هنا الماينس هوديها بالبوزيتيف اهي يساوي الماكسيمال زي ما هي، وودي الكاردياك بالنيجاتيف يبقى ماكسيمال ماينس كاردياك ريزيرف. طب الماكسيمال 16، المشكله كاردياك ريزيرف ده
احوله ازاي لرقم؟ انت بتقول لي 300%، 300% معناها 3 اضعاف الريستنج كاردياك اوتبوت. ال 100% هو ده العادي بتاعك. طب 3 اضعاف الريستنج بتاعي تقريبا كافريج 4 لتر، 3 في 4 يعني 12 لتر، يعني الريزيرف بتاعي 12 لتر والماكسيمم 16 لتر. 16 ماينس 12 تطلع الإجابة 4 لتر الهارت بيضخهم أثناء الريست. طبعا دي مسألة مهمة بقدر أطبق من خلالها الإكويشن بتاعة الكاردياك ريزيرف. السؤال اللي بعده، as regard cardiac reserve marked increase in heart rate يسبب زيادة طبيعية في الكاردياك اوتبوت او زيادة مماثلة؟ اقول لك لا. الفيديو اللي فات قلنا لو زاد الهارت ريت الى 200 انت بتقلل التايم اوف فيلينج تماما، ولما يقل قوي التايم اوف فيلينج هيكون اكبر من زيادة الهارت ريت. تعال نضرب القيمتين في بعض هتبقى النتيجة قليلة. لا، كاردياك اوتبوت يقل لو الهارت ريت فوق 200 او الهارت ريت 40، يبقى دي غلط. شورت تيرم ميكانيزم، قبل ما اجي اكمل الاختيارات، احتياطي القلب بتاعنا عنوانين كبار، قصير المدى شورت تيرم او لونج تيرم. الشورت تيرم ده بيبقى مع الاكسرسايز، انا عايز ازود الهارت ريت او ستروك فوليوم اند دايستوليك فوليوم، عاوز اقلل الاند سيستوليك، لان لما الاند سيستوليك فوليوم يقل الستروك فوليوم هيزيد، فيزيد الكاردياك اوتبوت. بيقول لك از ان ليميتد، يعني ملوش حد اقصى. الجمله دي غلط. ليه؟ الهارت ريت من 60 الى 90 بيت بير مينيت، اقل حاجه 60 ضربه، الستين اخرها 180 بيت، يزيد 3 اضعاف. طب ليه ما يزيدش اكتر؟ لان ده هيقلل التايم اللي انا هامله فيه، اخرك 180 بيت، ده القمة بتاعتك، ده سقفك. عشان كده الاجانب في المراجع يقولوا جملة جميلة قوي، you reach your ceiling، السقف بتاعك. حلو. طب الاند دايستوليك فوليوم كام؟ 130 ملي ديورينج ريست، اللي القلب هيتمليهم. طب جيت اجري، ال 130 هتزيد الى 240، تقريبا الضعف. طب ليه ما ملاش اكتر من كده؟ لان الستارلينج لو قال وزن ليميت، كل ما القلب يملى اللينس هيزيد، قوة الكونتراكشن هتزيد ولكن بحدود، يبقى انا ليميتد بستارلينج لو. تمام. طب انديسيستوليك هو حجم الدم اللي هيبقى في الفنتركل في نهاية السيستول، ده معتمد على الكاتيكولامينز. طب ما هو الكاتيكولامينز بخرجهم من فيسيكلز، الفيسيكلز عمالة بتتكسر، احنا ليميتد بعددهم ومحتاجين وقت نصنع كاتيكول امين جداد ونخزنهم، يبقى كل حاجة ليها ليميت، يبقى دي غلط، is limited وليس unlimited. long term mechanism، قبل ما نكمل يعني long term، لو انا عندي heart failure القلب الاول بيملى زيادة ويعدي الليمت اوف ستارلينج، يزيد الفينس ريتيرن ويفشل انه يضخ. اديك بالارقام، في الطبيعي انا بملى 130 ملي اضخ 70 ملي في الضربة ستروك فوليوم، هارت فيلير هطلع في الضربة الواحدة حجم اقل 30 ملي، يبقى الباقي 100 ملي، 130 ماينس 30.
الميت ملي اللي اتبقوا عندي هيرجع عليهم يتحط عليهم فينس ريتيرن 70 ملي العادي بالفينس ريتيرن، فبقى 100 اللي اتبقوا زائد ال 70 اللي جايين بقوا 170، اطلع منهم 30 يتبقى 140 وهكذا، كل شويه يتبقى اكتر ويرجع لي زياده، عامل زي الطالب الذي يؤجل عمل اليوم الى الغد المهمل، فبالتالي دخل في فشل مش قادر مش ملاحق. ده نقطه مهمه، علشان كده في الهارت فيلير هيدخل في فوليوم اوفر لود على المدى البعيد، هو ده اللونج تيرم، املى كتير قوي فوليوم اوفر لود، ثم بعدها الوول اوف ذا فنتريكل هيتخن، سيكنس هيزيد، هايبر تروفايد وول كجزء من الادابتيشن او التكيف للحجم الزياده. ما هو الحجم لما يملى عندي زياده الوول مضطر يتخن والجوه، طب ليه؟ عشان الدم الكتير اللي خدته يتحبس ما بين الوول وما بين السبتم، وكل ما اجي اعمل كده فيها ميزه وليها عيب. الميزه حطيت الفوليوم اوفرلود في اقل مساحه ممكنه عشان اعلي الضغط جوه الوول اوف ذا فنتركل للتغلب على الاورتيك بريشر اللي قد يكون اعلى مني من البدايه، وانا مضطر اتغلب عليه بالطريقه دي. يبقى اللونج تيرم بدايته فوليوم اوفر لود ونهايته بريشر اوفر لود. بيسالك يا ترى ده نيفر ليدز تو ريلاتيف اسكيميا؟ اقول له غلط. ليه؟ لما الوول يتخن في النهايه هايبرتروفي تضخم، محتاج كابيلاريز كفايه تدي له اكسجين، ما هو الوول ده شغال بالاكسجين عشان يعمل كونتراكشن وايجكشن، الكابيلاريز عددها طبيعي ولكن ما بقتش مكفيه الوول اللي تخن ده، زي طالب مصروفه ماشي معاه ماشي مع احتياجاته ولكن المصروف دلوقتي اللي بياخده من والده أصبح أقل من متطلباته، فما بقاش فارق معاه بقى قليل. نفس الكلام، يبقى في ريلاتيف إسكيميا، في حرمان نسبي من الدم، الكابيلاري اللي جيالي بإكستشينج أقل من الريكويرمنتس اوف ليفت فينتريكولار وول هايبرتروفي. It is the difference between maximal and resting. أيوة صح، الإجابة الصح هو دي. السؤال اللي بعده short term mechanism of cardiac reserve يشمل كله ما عدا زيادة الهارت ريت إلى 180 بيت بير مينت، صح. زيادة الإند دايستوليك 240، صح. فوليوم أوفرلود غلط. طب ليه غلط؟ ارجع للعنوان شورت تيرم، هو الفنتركل بيملى بحجم كبير من الدم على المدى القصير؟ تقول لي لا، لونج تيرم. يقل الاند سيستوليك الى 30، ايوه الاند سيستوليك 60 ملي ده اللي بيتبقى بعد كل ضربه، ممكن اقلله الى 30، ما اقدرش اقل عن كده لان انا ليميتد بعدد الكاتيكولامين فيسيكلز. السؤال اللي بعده One of the following has no limitation. انت لسه بتقول لي ان في ليميت، اللي ملوش ليميت هو زيادة الكاردياك اوتبوت within permissive limit، وده مهم قوي. كلنا عارفين ان الهارت يقدر يضخ من 5 الى 12 لتر دم، خلي بالك من الارقام دي، يقدر يضخهم من غير ما يعتمد على سمباثيك، من غير مساعدة خارجية external adrenergic supply. اقدر ازود الهارت ريت بتاعي، اقدر اعمل اللي انا عاوزه، ده من غير السمباثيك طبعا. ده امتى؟ يعني من 60 الى 90،
ده العادي. لكن عايز بقى ال 180 لا، عايزين سمباثيتك اند دايستوليك، انت عاوزه انه يملى ل 240 لا، انت عاوز سمباثيتك. طيب يبقى اذا ويزن ذا بيرميسيف ليميت انا ما عنديش ليميتيشن من 5 الى 12 لتر. طب لو انا عاوز من 12 لتر ل 30 لتر، ده انا بعلي، عايز سمباثيتك سبلاي. عشان كده انكريز هارت ريت ده لي ليميت، زياده الاند دايستوليك لحد اقصى، نقص الاند سيستوليك لي ليميت اللي ملوش بيه. السؤال اللي بعده جاوبناه، بيرميسيف ليميت الحدود المسموح للهارت انه لا يتخطاها، does not exceed هو 12 لتر. طبعا ده البرميسيف، ان الهارت بيعتمد على نفسه. السؤال اللي بعده، كاردياك ريزيرف يشمل كله ما عدا. الاولى غلط، لا يمكن الهارت ريت يصل ل 250 بيت بير مينت. لما اقول هارت ريت انا اقصد فينتريكولار ريت، عشان طلبة ما تتلخبطش بينها وبين الاتريوم. لو انا قصدي اتريال هقولها صراحة اتريال ريت، قلت هارت يبقى فينتريكل، دي غلط، انا مش هعدي 180 200. انكريز ستروك فوليوم صح، فينتريكولر هايبرتروفي صح. طب ليه؟ بص على رأس السؤال، ما حددتش شورت اور لونج تيرم، سبتها لك عامة يبقى صح. ريسبونسيفنس الاستجابة تو نيورال اند سيركيوليتنج ادرينرجيك سبورت، ايوه ده بقى بيوند ذا بيرميسيف ليميت، من 12 لتر الى 30 لتر دم القلب يضخهم هعتمد على سيمباثيتك. فينتريكولار هايبرتروفي قلنا انه ليميتد بعدد الكابيلاريز. وفكرك تاني، مين اللي ليميتد بستارلينج لو؟ تقول لي اند دايستوليك فوليوم. طب مين اللي محدد بعدد الفيسيكلز؟ تقول لي اند سيستوليك فوليوم. طب مين ليميتد بوقت الفينتريكولار فيلينج؟ هارت ريت. انا قصدت احط السؤال بالاختيارات دي عشان افكرك كل واحد مين السقف بتاعه. السؤال اللي بعده، هنبدأ الآن في مجموعة أسئلة هارت فيلير. بص معايا على العنوان، لو اوتبوت هارت فيلير. كلمة لو اوتبوت معناها هارت فيلز تو ايجكت سيرتين فوليوم اوف بلاد، ما قدرش يضخ الحجم المناسب 70 ملي في الضربة. وخلي بالك 70 بالنسبة للي اتملاه 130، يعني اوعى تقول لي هارت ايجكت 70 ملي ده نورمال هارت، اقول لك لا، قول لي الايجكشن فراكشن كام. الطبيعي انا بضخ 55% من الدم اللي انا اتمليته، ده مهم قوي. طب لو اوتبوت سببه هايبر ثايرويدزم، تعالى بقى نتكلم على الجزئية دي. الثايرويد هرمون التي 3 والتي 4 اللي طالعين من الغدة الدرقية في الرقبة بيحرقوا في الجسم، بيزودوا الميتابوليزم الميتابولايتس، فالتيشوز بقت متطلباتها كتيرة، عايزة بلاد فلو عالي قوي. التيشوز هتفكرك بالوول الهايبرتروفايد المتضخم، انا مديله كابيلاريز كفاية لكن ما بقتش كافية بالنسبة له، كأنه ريلاتيف اسكيميا. نفس الكلام، الهارت بيضخ 5 لتر دم العادي، ولكن من كتر الحرق الريكويرمنتس اوف تيشوز بقت اعلى من كده. عشان كده اقول لك ايه، الهارت هيشتغل اكتر ولكن ما بقاش مكفي، لان الثايرويد هرمون هتعرفوا معايا في ثالثه طب نظام جديد بيزود السنسيتيفيتي of beta 1 receptor on the heart to catecholamine، يخليها تمسك فيه بكفاءه اعلى، فيزود قوه الكونتراكشن، فده بنسميه
هاي اوت بوت فيلير. وده مهم قوي. يعني ايه هاي اوت بوت؟ على الرغم ان الهارت بيضخ دم كتير ولكن برضو كانه فيلير بالنسبه للتيشوز. انا طالب لو اوت بوت، يبقى لو الاورطه ضيقه مش هقدر اضخ العادي بتاعي، انا بواجه ريزيستنس. اورتيك ستينوزس تساوي افتر لود. ده اللي خلاني افشل ان انا اطلع السبعين ملي مع اول ضربه. اورتيك اثروسكليروزس تصلب شرايين، ما انت ضيقت اليومن وفي اورطه، فده يؤدي برضو لاورتيك ستينوزس. في الحالتين سيفشل الهارت في النورمال ايجكشن. فالكميه اللي طالعه قليله قوي، يبقى بي بلس سي هي الصح، لو اوت بوت فيلير. السؤال اللي بعده، اكيوت ليفت فينتريكولار فيلير. ركز معايا في كلمه ليفت فينتريكولار فيلير. دلوقتي الليفت فينتريكل فشل ان يضخ الدم للاورطه، البلد اتجمع جواه، زاد الضغط في الليفت فينتريكل، فمش هيستقبل دم جايله من الليفت اتريوم، فالدم اكيوميوليتد في الليفت اتريوم. خلي بالك كل واحد بيعكس على اللي قبله. فالليفت اتريال بريشر عالي، فهيعلى في الاربعه بالمونري فينز. طب حلو، بالمونري فينز دول اللي بيصبوا في الليفت اتريوم مش هيقدروا يوزعوا له دم، فالضغط عندهم زاد. طب هو البالمونري فينز بياخد الدم منين؟ تقول لي من البالمونري كابيلاريز، فينعكس عليه، فالضغط هيعلى في البالمونري كابيلاريز. انا ضغطي اعلى منك، فازاي ياخد منك؟ لا، فالمرسل يبقى الدم جواه، المرسل هو البالمونري كابيلاريز. طب الضغط زاد في البالمونري كابيلاريز. بالمونري كابيلاريز على فكره، تخيل ايد الشمال ده البالمونري كابيلاري، وايد اليمين ده الالفيولاي، قبضه ايد اهو، مفروض ان في تبادل بين الالفيولاي والبالمونري كابيلاري. كابيلاري تديك سي او 2 وانت يا الفيولاي تديلها اكسجين. طب انا ككابيلاري الضغط جواه عالي، فدخل دم كتير جوه البالونه دي، جوه الالفيولاي، الفيولاي تتملي بالدم، يحصل احتقان، بالمونري كونجيشن. يبقى الجمله الاولى صح، هيزيد حجم الدم في البالمونري، مش قادرين نوزعه، الديستريبيوشن ما حصلش، يبقى دي صح. طيب زياده الجاجيولار فينوس بريشر، تقول لي لا دي احد علامات رايت سايد هارت فيلير، والعنوان عاوز ليفت، يبقى بيه خطا. خلي بالك الجاجيولار فين ده متصل بالفينا كيفا، يعني لما الرايت اتريال بريشر يعلى في الرايت سايد هارت فيلير هينعكس على الفينا كيفا، ينعكس على الجاجيولار فين وثوراسيك فينز، كلنا شبكه واحده. إديما اوف لور ليمب، تعالى نسال سؤال منطقي، هو لو انا عندي ليفت سايد هارت فيلير الورم يكون فين؟ الميه الزياده فين؟ اقول لك في الرئه. تقول لي طبعا بالمونري كابيلاري بريشر عالي، فيدخل الضغط العالي عنده لجوه الالفيولاي، فالالفيولاي تتملي بالدم ده، الدم ده 90% منه ميه، يؤدي الى إديمة. عشان كده مريض الليفت سايد هارت فيلير يقول لك يا دكتور ما اقدرش انام عادي بالليل، ما اقدرش انام على ظهري، الدم بيتجمع طبعا في الرئه، هو ما يقدرش يقول كده، في ستاجنيشن، ركود. طب تنام ازاي؟ يقول لك انا مضطر ارفع المخده واتني ظهري، عارف اللي هي النص قاعده دي، كانه بيقرا، السيمي سيتنج بوزيشن، عنده صعوبه نفس اثناء النوم، بنسميها اورسوبنيا. بينيا يعني نفس، اورسو
كلمة لاتيني معناها position أو وضع الجسم، صعوبة النفس أثناء وضع معين. وأنا نايم recumbent، نايم على ظهري، نايم فلات، يبقى الإديمة في الرئة. طب إيه الإديمة في اللور limb؟ تبقى مع الرايت سايد هارت فيلير. ليه؟ رايت فنتريكل اتملى بالدم، فشل يضخ في البالمونري ارتري، انعكس على الرايت اتريال بريشر هيزيد، فينا كيفا بريشر هتزيد. طيب المين سيركيولاتوري بريشر اللي بيوزع للفينا كيفا؟ طب ما هو الفينا كيفا ما اخدتش منك، فانت ضغطك هيزيد. طب مين اللي يدي الدم للفينز السيستميك؟ تقول لي الكابيلاريز. هتلاقي الفين ضغطها عالي قوي، مش هيستقبل منك يا سيستميك كابيلاريز، فالضغط في الكابيلاري هيزيد. لكن الوول اوف كابيلاري سن لا تتحمل الضغط العالي، تفتح البوابات البورز وتزود ترشيح بقى فلتريشن، عايز اصفي الدم الزياده اللي جوايا للتيشوز، يؤدي الى إديمة، أنسجة هتورم. يبقى الإديمة أوف لور ليمب من أحد علامات رايت سايد هارت فيلير، لكن بالمونري إديمة أحد علامات ليفت سايد هارت فيلير. يقل السيستميك أرتيريال بريشر؟ تقول لي لأ. من أحد أسباب الليفت فنتريكولار فيلير إن ضغط الأورطة عالي، ده احد الاسباب، يبقى زياده السيستميك ارتيريال بريشر. زمان واحنا طلبه علمونا حاجه جميله قوي، هايبرتنشن يؤدي الى فيلير. القلب ده ليه فشل؟ اصل الريزيستنس اللي قصاده افتر لود عالي جدا. السؤال اللي بعده، اختار البينيفيشال لاين اوف تريتمنت لعلاج البالمونري ايديما. طالما مية زيادة أنا عايز أتخلص منها وارميها في اليورين، هدي دواء اسمه دايوريتك مدر للبول بالدال، مدر، يزود اليورين أوتبوت، يبقى فروزيمايد هو ده العلاج. طب الباقي لأ ليه؟ أضيق البرونكاي؟ ما ينفعش، أنا عايز البرونكاي توسع، المريض ده عنده صعوبة التنفس. طب اديله فازو كونستريكتور دراج، يعني ادي دواء يضيق الاورطه مثلا، تقول لي يضيق الاورطه، طب ما يعلي فيها البريشر كمان وكمان، فالافتر لود يزيد. وتعالى افكرك بحاجه قلناها مع الكاردياك بروبرتي، كل ما يزيد الافتر لود كل ما تقل سرعه الكونتراكشن. فاكر فيلوسيتي of shortening او ال في ماكس، اقصى سرعه القلب بيضخ بيها الدم عند زيرو لود، لما ما يكونش اورتك ريزيستنس موجوده قليله جدا. هنا انت قللت الفيلوسيتي اوف شورتنينج والدم بيتجمع اكتر والموضوع يزداد سوءا، يبقى ده ما ينفعش. طب نحقن هول بلاد، طب ما هو الدم ده هيروح عن طريق الفين بالفينس ريتيرن للقلب، الهارت يا ترى مستحمل فينس ريتيرن اكتر؟ تقول لي لا، يبقى برضو لا، مش عاوز كده، انا عايز الفيرست لاين والشكل الفعال اتخلص من الميه الزياده اللي عندي. السؤال اللي بعده، رايت فينتريكولار فيلير يصاحبه كل دول ما عدا، يعلى سنترال فينس بريشر، تقول لي صح، لور ليمب إديمة صح. تعال على التالتة ودي قلتها قبل كده، أنا عندي رايت سايد هارت فيلير، ده معناه البلاد متجمع في الرايت فنتريكل، أدى إلى تضخم، ولما يحصل تضخم هيبقى فيه مقاومة لمرور الكهرباء جواه، معنى كده ان الاكسس هينتهي ناحيه اليمين ناحيه الوول اللي فيه تضخم. طالب دلوقتي ممكن يسالني، يا دكتور الليفت فنتريكل اطخن من الرايت في الطبيعي 3 اضعاف،
هقول لك بس هنا حاله ابنورمال، جدار الرايت فينتريكل هيتخن اكتر من السيكنس بتاع الليفت فينتريكل، فالاكسس يتشد ناحيه الوول التخين اللي فيه مقاومه اعلى لمرور الكهرباء جواه، ينتهي عنده الاكسس، يبقى رايت اكسس ديفيشن. علمتك قبل كده افرض قصادك ورقه الاي سي جي، ليد 1 هنا ناحيه ايدك الشمال، وليد 3 ناحيه ايدك اليمين، والتكمله في 1 لفي 6 واي في ار اي في ال اي في اف. لو انت في الطبيعي لقيت ان الار بوزيتيف يعني عاليه في ليد 1 وليد 3، رفعت ايديك الاثنين، ده معناه ان فيه اكويليبريم او نورمال الكتريك فولتج، التيار الكهربي ماشي في السكه الطبيعيه في الاثنين باندلز، بيوصل للرايت والليفت فنتريكل ات ذا سيم تايم، ده الالكتريك بالانس، توازن كهربي. طيب لو انا بقى رفعت ايدي اليمين بس الار بوزيتيف عندي ليد 3 ناحيه ايدي اليمين، ده معناه ان الاكسس اتشد تو ذا رايت، يبقى ذا رايت سايد هارت فيلير. يبقى الجمله دي صح، بوزيتيف ار ارفع ايدك عند ليد 3 ناحيه ايدك اليمين، نيجاتيف ار والايد الثانيه الشمال مش موجوده، يبقى ذا رايت اكسس ديفيشن، هناك شد كهربي من مكان واحد، يبقى دي صح. بالمونري إديمة غلط، احد علامات ليفت سايدد هارت فيلير. السؤال الاخير في هذا الفيديو، دي كومبنسيتد هارت فيلير يعني ايه؟ الهارت دخل في فشل وما قدرش بالهوميوستيزس يرجع الامور لطبيعتها، ما قدرش يزود قوه الكونتراكشن، يا ترى السبب ايه؟ هل سمباثيتك ستيميوليشن قليل ادى الى دي كومبنسيشن؟ اقول لك لا، السمباثيتك اشتغل جامد ويا ريته ما اشتغل. السمباثيتك لما يشتغل جامد بيقلل الكاتيكولامين ستورز، انا عمال اكسر فيسيكلز واخرج كاتيكولامين. طيب لما اخرج كاتيكولامين كتير هيجي وقت من الاستهلاك عدد الكاتيكولامين قليل، يبقى الاينوتروبيك وكرونوتروبيك ستيت هتضعف، كاردياك اوتبوت عمال يقل والفينس ريتيرن عمال يزيد. عشان اعمل كومبنسيشن او اعوض وحل الامور لازم الايجكشن يزيد معاك، مش مجرد املى واسيب، لا اضخ شويه، يبقى ده غلط. سمباثيتك كمان هيعمل مشكله كبيره، هو طبعه سمباثيتك تون، هيعمل فازو كونستريكشن للاورطه. طب انت لما تضيق الاورطه انت بتزود الافتر لود، فبتقلل الفيلوسيتي اوف شورتنينج اللي الهارت محتاجها عشان يضخ الدم فيقل كاردياك اوتبوت. تعددت الاسباب والنتيجه واحده، عشان كده الجمله دي غلط. اوفر ديستندد فنتريكل، اوفر ديستندد يعني فوليوم اوفر لود، ملى بزياده، هو لما يتملي بزياده ايه اللي يحصل؟ تقول لي الراديوس هيزيد والبريشر لازم يزيد بعد كده لمواجهه زياده التنشن. فاكر لابلاس اللي قلناه في الانترودكشن في سنة أولى؟ لابلاس قال لنا ان تي تنشن اللي هي القوة الخارجية في الأورطة يساوي بريشر تايمز راديوس على وول سيكنس، فكل ما يزيد التنشن انت عندك أورتك بريشر عالي قصادك، لازم الأوفر ديستندد فنتريكل تعمل انرجي أكتر وفورس أكتر، انا لازم ازود البريشر لمواجهه زياده التنشن. يبقى ازاي طاقه اقل وقوه اقل؟ لا، طاقه اكتر وقوه اكتر، يبقى بي غلط. سي
هايبرتروفايد هارت عنده كونتراكتايل بروتينز اكتر بالنسبه للكولاجين. هقول لك غلط، العكس صحيح، الهايبرتروفايد عنده كولاجين اكتر بدليل ان كفاءته اقل من النورمال هارت. اوعى تفتكر وول تخين يبقى هو شغال اكثر كفاءه من العادي، لا، ده يعاني من ريلاتيف اسكيميا، الاكسجين اللي رايح لي ما بقاش مكفيني، يبقى قوتي او قدرتي على الضخ هتقل. الاخيره هو الصح، زياده السولت اند ووتر ريتينشن، احتباس الملح والمي نتيجه الاديمه في الجسم عموما، ده عيب. ليه؟ انت عندك اكسترا سيلولار فلويد عالي، يعني فينوس ريتيرن هيزيد، لا يقابله بارالل انكريز ان كاردياك اوتبوت، ما في زياده موازيه للكاردياك اوتبوت، املى مش عارف اضخ. طب ليه يا دكتور؟ كل الكاردياك ريزيرف تم استهلاكها. هتقول لي ازاي انا عندي فوليوم اوفرلود وبريشر اوفرلود؟ لا، انت استهلكت كل حاجه، معنى كده ان ده يؤدي الى فيتال اند، نهايه حتميه بالوفاه، وده اللي بنسميه للاسف البوزيتيف فيدباك. عرفنا في فيديوهات الانترودكشن زمان، عايز تعمل هوميوستيزس وتحافظ على الانترنال انفايرومنت ثابته، لازم رد الفعل يكون عكس الفعل، ريسبونس انتاجونيستك تو ستيمولس. لكن لو ما قدرتش تظبط الامور والاتنين زي بعض، دخلنا الى الدس كنتيجه حتميه. في نهايه هذا الفيديو، اتمنى تكون كل معلومات الام سي كيو وصلت ليكم ان شاء الله. كان معاكم دكتور محمد فايز.